اليوم بعد هذه الفترة ووصولا إلى اليوم الظروف أفضل، الأموال أكثر، لكن لم يتحقق هذا الإنجاز. هل يريد حسين سعيد اليوم أن يعيد إنجازات الكرة العراقية من جديد من خلال الدخول إلى المعترك الانتخابي، من خلال التفاعل مع ما يحدث اليوم، حتى نرجع يعني نأسس من جديد حتى يكون فترة جاية هي فترة إنجازات المنتخبات العراقية، أم هذا الموضوع بعيد عنك؟ يعني أخ نور تعرف يعني قبل شهرين مشكول يعني السيد رئيس الوزراء اتصل بي لاستلام مهمة وزارة الشباب والرياضة واعتذرت عن هذه المهمة في الظرف، لأنه ما قدرت أقدر أخدم شريحة الشباب والرياضة في وقت جائحة الكورونا وعدم وجود نظام يعني نشاط رياضي وشبابي، وأيضا الجانب المادي حاليا بالعراق صعب جدا أن تقيم. من عندك رؤية وعندك هدف يجب أن توفر الظروف اللي توصلك لتحقيق الهدف المنشود. يعني هناك أنا أشكر كثير من الأخوان بالهيئة العامة بأنه اتصلوا بي من أجل يعني الترشيح المستقبلي لرئاسة اتحاد كرة القدم، ولدولي الفكرة، والفكرة موجودة لكن لحد الآن لم يكن القرار. خلنا ننتظر نشوف اللوائح والأنظمة بعد أن تكمل مع الإخوان بالهيئة العامة، وإن شاء الله لكل حادث حديث.